طيب ناخد السفير اشرف ابراهيم، سافرنا في المغرب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بك يا كابتن. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اسفين على الازعاج دايما. لا مفيش مشكله. يعني مهمه استقبال الاهلي والزمالك الاثنين في نفس الوقت اكيد هتبقى مهمه تقيله. يعني مش مهمه تقيله ولا حاجه، انت عارف احنا دايما بنسعد بوجود فرق مصريه معانا في المغرب، خصوصا لما يكون في لقاءات مهمه كمان زي سيمي فاينل بتاع البطوله الافريقيه معاهم بيراميدز كمان، يعني فايد الثلاث فرق ان شاء الله باذن الله. يعني اخر الاستعدادات يا فندم، خصوصا احنا عارفين موقف الوضع الكورونا هناك وبعض الاجراءات، منها ان هو يكون في مسح هنا قبل ما الفرقه تطلع، والعدد اللي هو هيخش هناك قد ايه؟ طبعا الاجراءات الاحترازيه واضحه، يعني تطبق على الجميع، انه لازم يكون كل اللي داخل المغرب معاه مسحه فيزيائيه بخط اقصى تكون قبلها معمول قبلها ب 72 ساعه، هو نفس المطبق على فكره في مصر. فده اجراء هيتم على الجميع. طبعا المباريات زي ما قلنا هتكون من غير بدون جماهير، اعتقد انه حتى المرافقين لحد دلوقتي واضح انه الاعداد هتكون قليله جدا حتى بالنسبه للصحفيين، لانه كان في قرار انه كل فرقه يكون معاه، يعني اللي هيدخل الملعب يكون المسؤول الاعلامي ومعاه مزور، وفيما عدا ذلك الكاف هيوفر منصات رقميه بحيث ان الصحفيين يقدروا يتابعوا المباريات المحتمله. طب يا فندم، ما يخص اعداد الصحفيين اللي جايه في الطيارتين، هل مثلا هيحضروا التمارين، هيكونوا مع الفريق بس مش هيخشوا الاستاد؟ هو الواضح دلوقتي ان الصحفيين مش هيخشوا الاستاد. واضح جدا، لانه طبعا عمليه كانت بالاعداد دي، يعني دي قواعد عموما بتنطبق حتى في مباريات الدوري المغربي وبتنطبق على كل التجمعات في المغرب. لغايه ما كانت الكمون الصحيه للمغرب اعلنتها من شهر مارس وما زالت مستمره فيها، يعني وصل مكافحه انتشار كورونا وما الى ذلك يعني. طب هل يا فندم الفريقين نسقوا مع حضرتك الاعداد اللي جايه قد ايه؟ اللي انا اعرفه طبعا هي فيها اعداد سيئه، يعني انا اعرف انه الزمالك هيبقى فيه مرافقين من مجلس الاداره عدد لا باس به، الاهلي اعتقد انه في عدد لا باس به برضه مرافق. طبعا بالتاكيد انه مهم ان يكون في مرافقين سواء بالنسبه للتسجيل يعني الوجود في الفندق معاهم، يعني مساله مهمه جدا. مساله حضور المباراه دي بقى طبعا بتحكمها قوانين احداث المغرب، بس هو هل يا فندم يعني في تعليمات اخرى بما يخص مجالس الادارات، عدد معين موجود في المقصوره ولا ده هيكون مفتوح؟ لا اعتقد انه زي ما بقول كل الاعداد هتكون يعني محدوده جدا، يعني هو لسه ما تحددش بالظبط كمان حتى بالنسبه لمجالس الادارات، انما انا في تقديري انه بالتاكيد انه العدد هيكون محدود جدا جدا، يعني لاقل قدر ممكن. لا اقل قدر ممكن، لكن لسه يا فندم ما تحددش قد ايه، ولا الفرقتين بعتوا لحضرتك الاعداد اللي جايه؟ لا الاعداد اتبعتت لان القوائم اتبعتت، انت عارف المنطقتين يوم الثلاثاء، وبالتالي كل الاعداد والاوتيلات محجوزه بناء على الاعداد، يعني اعتقد انه على ما اتذكر انه الزمالك هيكونوا في حدود 55 60، الاهلي اعتقد في نفس العدد. يعني هل يا فندم الاجراءات كورونا هناك والوضع الطبي هناك هل تحت السيطره او الوضع ايه؟ انت عارف ازمه كورونا هي ازمه بيعدي فيها العالم كله، يعني ازمه مطب، يعني العالم كله بيمر فيه من شهر مارس لحد النهارده، نتكلم على موجه اولى وموجه ثانيه في اوروبا النهارده، في زي شفنا فرنسا وامريكا حتى الاعداد بتزيد فيها بصوره كبيره. كل دوله طبعا بتحاول ان هي بقدر الامكان تسيطر على انتشار حماية لشعبها طبعا وحماية للبلد، مصر عملت كده وكل الدول بتعمل كده، يعني بيبقى لها اجراءاتها لحماية الوضع فيها، ويعني اعتقد انه في المغرب الامور يعني تحت السيطرة تماما. المغرب دولة يعني قامت بجهود كبيرة للسيطرة على طبعا من اول يوم، يعني كانت قويه ويمكن كان في اشاده بيها دوليه في جميع المحافل الدوليه يعني. وان شاء الله باذن الله المباراتين هناك اكننا بنلعبهم ان شاء الله باذن الله في بلدنا الثاني مصر، ان شاء الله يكون استقبال رائع، وهنا برضو الاخوه المغاربه ان شاء الله اكنهم في وطنهم، ده الطبيعي يعني. اكيد ان شاء الله اكيد، يعني انت مش موضوع ان انت
اربع فرق بتنافس على بطوله كبيره، فرقتين من مصر وفرقتين من المغرب، تأكيد في حماسه. انما يعني انت عارف الجو هيكون ان شاء الله جو رياضي، ويكون يعني كل شيء يبقى جميل سواء في المغرب سواء في مصر، ودايما بنتمنى الفوز للافضل باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله يا فندم، ودايما في المغرب بلدنا الثاني، ودايما المغاربه هنا بلدهم الثاني، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لحضرتك ان شاء الله. شكرا، وبالتوفيق للاهلي والزمالك ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. السفير اشرف ابراهيم سفيرنا في المغرب، وزي ما قلت لكم